الحركة القومية أو مي هي بي. بدأ هذا الحزب التركي ذو التطلعات القومية ومنذ التسعينيات بتطوير برنامجه تدريجيا ليتحول من مفهوم القومية المبنية على الإثنية إلى القومية المبنية على أسس ثقافية محافظة مع التركيز على مسألة الطبيعة الوحدوية للدولة التركية. حاز الحزب في انتخابات يونيو حزيران الماضية على 16.3% من الأصوات، مما منحه 80 مقعدا ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي في البرلمان. الاحتمال الأول ينبغي أن يكون عبر تحالف يعقد بين العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطية. النموذج الثاني سيكون عبارة عن ائتلاف بين العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي. ولو أن هذين السيناريوهين فشلا فإنه يتعين إجراء انتخابات مبكرة. كل تحالف مع العدالة والتنمية سيصبح مرفوضا إذن، لدرجة أنه عندما قابل أحد قيادة الحزب وهو توغرل توركش أن يكون نائبا لرئيس الوزراء بحكومة أحمد داوودوغلو فقد تم تجميد منصبه بالحزب. الحزب الذي يعتبر نفسه ثالث قوة سياسية هو من أشد معارضي انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، كما يقف بقوة ضد التسوية مع المقاتلين الأكراد، ويرى أن مشكلة تركيا تكمن في الإرهاب الذي يرتكبه حزب العمال الكردستاني، ولا يعتبر هذا الحزب ممثلا للأكراد الأتراك. احتل حزب الحركة القومية مكانة أهلته أن يكون ثاني قوة سياسية في البلاد، حيث حصل على 3% من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 1969، وبذلك أصبح رئيسه أرسلان توركيش نائبا في مجلس النواب لأول مرة.